You observe that a tape is attracted to a negatively charged plastic pin. في عندنا تيب اهو وادي بن. البن اللي نيجاتيفلي تشارجد معنى كده لو كان ده بوزيتيف يبقى يحصل بينهم اتراكشن. طيب لو كان نيوترال هيبقى البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا وبرضه هيحصل بينهم اتراكشن، هيشدوا بعض. لكن طبعا لو نيجاتيف مع نيجاتيف هيحصل بينهم ريبالشن. هو بيسألني بيقول لي the tape is positively charged، صح. the tape is negatively، لا ده غلط. the tape is neutral برضو ممكن، صح. the tape could be positive or neutral، مظبوط، جمع الاتنين الصح. the tape could be positive, negative or neutral، لا طبعا النيجاتيف غلط.